السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح منهج كونكت بلس الترم الثاني، منهج برايمري 1 او الصف الاول الابتدائي. والنهاردة ان شاء الله هنشرح الجزء الاول من يونت 9 at the market. at the market يعني في السوق، at the market. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا at the market يعني في السوق. السوق طبعا يا اصحابي اللي هو المكان اللي احنا بنشتري منه البضائع المختلفة، سواء كانت خضار او فواكه. وهنا بيعرفنا انواع الخضار او الفيجيتابلز وانواع الفواكه او الفروتس، وبيعرفنا كمان نسأل عن سعر الحاجة ونعرف تمنها بتساوي كام، وازاي اسأل حد واقول له انت بتحب الشيء ده او ما بتحبوش. خلينا نبدأ مع بعض ونشوف مكتوب ايه في الغلاف بتاع يونت 9 at the market في السوق. هنا صديقتنا دينا بتقول do you like pineapples. do you like يعني هل انت تحب pineapples. pineapples يعني الأناناس. وآدم بيقول لها yes I do. yes I do يعني نعم أنا أحب الباينابلز. وهنا الست دي بتقول can I have a pineapple. can I have a pineapple please please يعني ممكن أخد واحدة pineapple أو أناناسة لو سمحت. فالتاجر أو البياع بيقول لها yes here you are. yes here you are يعني نعم تفضلي. yes here you are. فهي بتقول له how much is that. how much يعني كم ثمن. how much is that كم ثمنها، بتساوي كم، ثمنها كم. فهو بيقول لها that's 11 pounds. that's 11 يعني 11 pounds. pounds اللي هو جنيه. تعالوا نشوف يا اصحابي الكلمات المهمة الخاصة بيونت 9 علشان نحفظها ونبقى عارفينها كويس. وطبعا اول مجموعة كلمات ماركت. ماركت يعني السوق. فروت. فروت يعني فاكهة. فروتس. فروتس يعني فاكهة. فروتس. ماركت السوق. ماركت السوق. ماركت السوق. فروتس. فروتس يعني فاكهة. فروتس. فروتس يعني فاكهة. قولوا ورايا يا اصحابي فروتس. fruits يعني فاكهة. vegetables. vegetables يعني خضروات. vegetables. vegetables يعني خضروات. قول ورايا يا عبد الرحمن. apples. apples يعني تفاح. apples. apple يعني تفاح. apple. apple يعني تفاح. قول ورايا يا عبد الله. orange. orange يعني برتقالة. orange. orange يعني برتقالة. orange. قول ورايا يا معاذ. pineapple. pineapple يعني أناناس. pineapple. pineapple يعني أناناس. pineapple. جوافة. جوافة اللي هي الجوافة اللي احنا عارفينها طبعا يا أصحابي. جوافة. جوافة يعني جوافة. date. date يعني بلح. date. date يعني بلح. fig. fig يعني تين. fig. fig يعني تين. fig. fig. banana. banana يعني موز. banana. banana يعني موز. mango. mango يعني مانجا. mango. mango يعني مانجا. carrot. كاروت يعني جزر. كاروت. كاروت يعني جزر. ووتر ميلون. ووتر ميلون يعني بطيخ. قولي ورايا يا كنزي. ووتر ميلون. ووتر ميلون يعني بطيخ. اوليف. اوليفز يعني زيتون. اوليفز. اوليفز يعني زيتون. قول ورايا يا احمد. اوليفز. اوليفز يعني زيتون.
onion onion يعني بصل. قول ورايا يا يوسف. onion onion يعني بصل. onion onion. tomato tomato يعني طماطم. tomato tomato يعني طماطم. potato potato يعني بطاطس. potato potato يعني بطاطس. cucumber cucumber يعني خيار. cucumber cucumber يعني خيار. pound pound يعني جنيه. pound pound يعني جنيه. وبرضو الكلمات بالترجمة بتاعتها أصحابي زي ما احنا شايفين. fruits يعني فاكهة. fruits يعني فواكه. fruits يعني فواكه. orange يعني برتقالة. banana يعني موزة. figs figs يعني تين. pineapple pineapple يعني أناناس. جوافة يعني جوافة. carrots يعني جزر. apple يعني تفاحة. mango يعني مانجو. dates يعني بلح. watermelon يعني بطيخ. وكلمات ال vegetables vegetables يعني خضروات. vegetables يعني خضروات. onion يعني بصلة. onion يعني بصلة. cucumbers cucumbers يعني خيار. cucumbers cucumbers يعني خيار. potatoes potatoes يعني بطاطس. tomatoes tomatoes يعني طماطم. olive olive يعني زيتون. market يعني سوق. pound يعني جنيه. lovely lovely يعني جميل. lovely. و how much how much يعني كم ثمن. وطبعا احنا هنا عرفنا ازاي نسأل حد انت هل تحب او do you like على اي فاكهة او اي خضار. وطبعا عرفنا بيرد بيقول yes I do او لو هو ما بيحبش الحاجة بيقول no I don't. وعرفنا كمان نسأل عن ثمن الحاجة ونقول how much is that او how much is this. تعالوا نحل الجزء الخاص بالحتة دي في كتاب الاكتيفيتي بوك علشان خاطر نشرح ونحل مع بعض بالتوازن. وزي ما قلتلكوا ده الجزء الاول من يونت 9 واحنا هنقسمه على جزئين او على ثلاثة بالكتير. وادي كتاب الاكتيفيتي بوك او الانشطة يونت 9 at the market. هنا بيعرفنا لما بحب اقول لحد انا عايز اخد حاجة مثلا معينة وبقول له هل استطيع ان اخذ. فبقول له can can يعني استطيع. I have هل استطيع ان اخذ. فهنا بتقول له can I have six figs ممكن اخد ست تينات please please لو سمحت عايزة تاخد ست حبات من التين او عايز اخد ست حبات من التين. فالبائع بيقول له yes. فالمفروض yes بعد كده بنقول له ايه dots you are. المفروض احنا عرفنا من شوية بيقول له yes here you are. يبقى هنكتب هنا في الدوتس دي كلمة here. فهو بيقول له how much is that. how much is that يعني كم ثمنها. هنا how او كم much كم ثمنها. هما هنا حاطين دوتس مكان كلمة how. فهنا المفروض هنكتب كلمة how ونشطب عليها زي ما احنا تعودنا وهنكتب هنا how. ويبقى هو بيسأله هنا وبيقول له how much is that كم ثمنها. فالبائع بيقول له that's 4 pounds ثمنها 4 جنيهات. فهنا that's مش مكتوبة هنشطب عليها فوق وهنكتب هنا that's 4 pounds يعني انها تساوي 4 جنيهات. طبعا الجزء الثاني وفي البيج الثانية بيعرفنا نعمل حاجة ونكتب حاجة اسمها shopping list. shopping list او قائمة التسوق. هنكتب طبعا في الخانة بتاعة الفروتس
الفروتس اللي احنا لسه قايلين اسمائها ولازم نحفظها كويس. وفي الخانة بتاعت الفيجيتابلز هنكتب اسماء الفيجيتابلز او الخضروات اللي احنا لسه كنا بنقولها من شوية ولازم نكون حافظينها كويس. في الجزء الثاني من البيج هنا لسه بيكلمنا عن can I have او هل استطيع ان اخذ، وازاي بنرد على السؤال ده. فهنا look and complete، انظر واكمل، وعندنا كلمة pounds يعني جنيهات، و much و much يعني دي تكملة طبعا كلمة how much او كم ثمن، و have يعني يملك، و please يعني لو سمحت، و are طبعا. في number one بيقول can I have two cucumbers، can I have two cucumbers، ممكن اخد اتنين خيارتين لو سمحت. فهنا لو سمحت او please مش مكتوبة، فهنكتب هنا please في مكان الدوتس دي ونشطب عليها وهنكتب هنا please لو سمحت. طب هنا هو بيرد عليها وبيقول لها yes here you، المفروض بعد كده ايه؟ نعم تفضلي، yes here you are، شاطرين. فهنكتب هنا كلمة are ونشطب على كلمة are اللي موجودة فوق. طب في number 3 بيقول how dots is that please، how يعني how much، المفروض how المفروض ان انا بسأل على السعر بقول how ايه، شاطرين how much، يبقى فبنكتب هنا much وبنشطب على كلمة much فوق بنقول how much is that يعني كم ثمن هذا please لو سمحت. هنا هو بيرد عليها وبيقول لها that's six، المفروض ست ايه بقى يا اصحابي، شاطرين pounds، that's six pounds. فهنكتب هنا كلمة pounds وهنشطب على pounds اللي موجودة فوق، وبكده نكون حلينا الجزء ده وعرفنا ازاي نعمل ديالوج او محادثة واحنا في الماركت او في السوق واحنا بنشتري اي حاجة. بنعرف نسأل على تمنها ونقول how much، وبنعرف كمان نسأل اي حد وبنقول له can I have، هل استطيع ان اخذ اي حاجة معينة انا عايز اخدها، وبعرف تمنها بيساوي كام بالجنيهات. فنتنقل للجزء الاخير في الاكتيفيتي بوك الخاص بالنهاردة، وهو هنا بيفكرنا وبيعرفنا الفرق بين البلورالز، البلورالز اللي هو الجمع والسنجولر طبعا او المفرد الخاص بالكلمات دي. اول حاجة كلمة ابل، ابل لما اللي هي تفاحة، لما بحب اقول تفاح بحط لها حرف الاس زي ما احنا شايفين وبتبقى apples. طب فج، فج يعني تينة، تينة واحدة، لما بحب اجمعها بقول figs، figs يعني تين. طب كاروت، كاروت يعني جزرة، لما بحب اخليها جزر او اكتر من جزرة بحط لها اس وبتبقى carrots. طيب وبوتيتو، بوتيتو يعني بطة صايا. عايزين نتفق يا اصحابي ان اي كلمة بتنتهي بحرف الاو لما باجي بعمل لها جمع زي كلمة potato وزي كلمة mango وزي كلمة tomato، ما ينفعش احط ورا الاو دي حرف الاس على طول عشان اخليها جمع، لا بنحط لها es، لان هو دي القاعدة لما باجي اجمع اي كلمة في اخرها حرف الاو ما ينفعش احط لها اس على طول، بحط لها es. فpotato او بطاطساية لما اجي اجمعها واقول بطاطس بقول potatoes وبحط لها es. mango لما باجي اجمعها بحط لها es وبتبقى mangoes. tomato لما باجي اجمعها بحط لها es وبتبقى tomatoes. واحنا كده عرفنا ازاي نجمع الكلمات المختلفة، سواء كانت كلمات عادية بنحط لها حرف الاس علشان تبقى جمع او plural، ولو كانت الكلمات بتنتهي بحرف الاو بنحط لها es علشان برضو تبقى جمع او plural. وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. استنونا في شرح الجزء الثاني الخاص بيونت 9 نازل على طول، وما تنسوش تحفظوا الكلمات وتحلوا التدريبات دي في الاكتيفيتي بوك. في الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.